السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي. سوف نستكمل مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني، درس الترتيب والمقارنة. يلا يا طلابي نبدأ درسنا. طبعا كلنا عارفين ان احنا قبل ما نبدأ طبعا درسنا لابد من ركن الرياضيات. يلا مع بعض كده. يلا يا طلابي، اول حاجة طبعا معانا النتيجة. طب يلا مع بعض كده، اول حاجة شهور السنة الهجرية. طب يلا مع بعض كده ننطق الشهور السنة الهجرية. محرم، صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جماد الاول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. برافو، أحسنتم يا طلابي. طب إحنا في شهر إيه من شهور السنة الهجرية؟ شهر شعبان. برافو، أحسنتم. طب يلا مع بعض كده شهور السنة الميلادية. يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. أحسنتم، إحنا في شهر في إيه من شهور السنة الميلادية؟ إحنا في شهر فبراير. أحسنتم يا طلاب. يلا مع بعض نستكمل الركن الرياضيات. يلا النتيجة، تعالى نشوف إحنا في يوم إيه في شهر فبراير. يوم إيه؟ اليوم الخامس عشر من شهر فبراير. أحسنتم يا طلابي. يلا مع بعض نستكمل. النهاردة اليوم ايه من ايام الاسبوع؟ طب تعالى نشوف مع بعض ايه هي ايام الاسبوع. السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعة. طب واحنا عارفين ان ايام الاسبوع كم؟ سبعة ايام. برافو، احسنتم. احنا النهاردة اليوم ايه؟ يوم الثلاثاء. احسنتم يا طلابي. يلا مع بعض نستكمل الركن الرياضيات. وصلنا لمخطط 120. النهارده اليوم الكام من مخطط اليوم 120؟ 72. احسنتم يا طلابي، 72 من مخطط 120. طب يلا اطار العشر خانات. احنا قلنا احنا في يوم 72، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70. ها احنا ايه؟ 71. احنا النهارده اليوم الاثنين وسبعون. نضع دائرة في يوم 72 في اطار العشر خانات. طب يلا مع بعض حاويات الاعداد. واحنا عارفين ان احنا عندنا ثلاث حاويات، احاد، عشرات، مئات. احنا اليوم الكام في المدرسة؟ الاثنين وسبعون. طب يلا نمثلها على حاويات الاعداد. ها هنضع اثنان من العصا في خانات الاحاد، واحد اثنان. طيب خانة العشرات هنضع كم حزمة؟ سبع حزم. يلا نعدها مع بعض، واحد، اثنان، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة. احسنتم يا طلابي. يلا مع بعض الساعة، ما الوقت الان؟ يلا مع بعض كده. الساعة التاسعة بالضبط. برافو، احسنتم يا طلابي. يلا مع بعض كده هوت نبدأ درسنا التهيئة. يلا مع بعض ضع دائرة حول الأكبر. 87 أم 78؟ يا ميس حضرتك قلتلي إن احنا هنبص لخانة العشرات البيت الكبير وهنبدأ نقارن ما بينه. عندنا هنا العشرات 8 والعشرات التانية 7، يبقى الكبيرة 8، يبقى 87 أكبر من 78، يبقى 87 هو العدد الأكبر. شاطرين يا طلابي، برافو، أحسنتم. يلا مع بعض نبدأ درسنا الترتيب والمقارنة. الترتيب يعني ايه يا طلابي؟ ترتيب، تعالوا نشوفه مع بعض كده. هو ترتيب الاعداد تصاعديا او تنازليا، والمقارنة هي مقارنة الاعداد بوضع علاقة اكبر او اصغر او يساوي. معنى كده ان انا لما اجي ارتب الاعداد برتبها وفق ترتيب، يا اما بيكون ترتيب تصاعدي، واحنا عارفين ان الترتيب التصاعدي ده ان انا برتب الاعداد من العدد الاصغر الى العدد الاكبر، او ترتيبا تنازليا. يعني ايه ترتيب تنازليا؟ يعني برتب الاعداد بدايه من العدد الاكبر ايه اتجاها الى العدد الاصغر. وان انا اقارن ما بين عددين او ما بين رقمين، ان انا بحط ما بينهم كلمه اكبر او اصغر او يساوي، او علامه اكبر او اصغر او يساوي. احسنتم يا طلابي. طب يلا مع بعض كده نوضح اكتر بالتمارين. اكمل 16، 12، 19، 5. عايز أكبر عدد
يلا مع بعض نشوف أكبر عدد من هذه الأعداد. أكبر عدد من هذه الأعداد، أنا هبص للأعداد كلها. أول عدد 16 هو عدد مكون من رقمين وأحاد وستة وعشرات واحد. الاثنى عشر عدد مكون من رقمين أحاد واثنان وعشرات واحد. التسعة عشر عدد مكون من رقمين أحاد وتسعة وعشرات واحد. أما الخمسة فهو عدد مكون من رقم واحد خمسة وهي في بيت الأحاد. معنى كده إن الخمسة ما تعتبرش عدد إيه كبير. فإحنا معانا تلات أعداد، الستة عشر والاثنى عشر والتسعة عشر، وطبعا كلهم عشراتهم واحد. فأنا هبدأ أبص البيت الأحاد أو خانة الأحاد، عندنا أكبر عدد فيهم أو أكبر رقم فيهم هو التسعة، يعني التسعة عشر هو أكبر عدد. طيب لما نيجي بقى ندور على أصغر عدد، هو العدد المكون من رقم واحد وهو الإيه؟ وهو الخمسة. أحسنتم يا طلابي، برافو، أحسنتم. يلا يا طلابي كده نستكمل ايه تمارين الدرس الترتيب والمقارنة. اكمل بكتابة العدد المناسب. يلا مع بعض كده، 44، هذه العلامة تمثل اكبر من ام اصغر من ام يساوي؟ هذه علامة اكبر من، معنى كده ان انا عايزة عدد يكون اصغر من ال 44، يعني ال 44 44 تكون اكبر من العدد دوت. طيب مين العدد دوت؟ انا عندي الاعداد بداية من الصفر وحتى العدد السابق لل 44 اللي هو مين؟ اللي هو ال 43. اي عدد هكتبه من اول الصفر لحد العدد 43 بيكون ايه؟ بيكون اجابتي فيه صحيحة. يبقى إجابة هنا هنكتب إيه؟ هنكتب صفر. يلا بينا على اللي بعدها. بيقول لي هنا إيه؟ نقط أصغر من 26. أنا عايزة عدد يكون 26 تكون أكبر منه، يعني عايزة عدد أصغر من 26. مين اللي أصغر من 26؟ عندي الأعداد بداية من الصفر وحتى العدد السابق للستة وعشرون اللي هو مين؟ 25. يبقى الإجابة هنا 25، وأي إجابة أنت هتكتبها بداية من الصفر حتى 25 إجابة صحيحة. يلا مع بعض السؤال التالي، 12 بتساوي نقط ودي علامة تساوي، إذن الكفتين ها في متساويتين. طب يلا مع بعض كده، 12 بتساوي إيه؟ 12 مثلها، برافو، شاطرين يا طلابي، أحسنتم. 70 ها هذه علامة أصغر من أم يساوي؟ 70 أصغر من نقط. أنا عايزة عدد يكون أكبر من 70 علشان 70 تكون أصغر منه. مين اللي أكبر من 70؟ من بعد 70 إلى ما لا نهاية، يعني أي عدد من بعد 70 هنكتبه هيكون صحيح. هنا كتب 97، برافو، أحسنتم يا طلابي. ها 85 بتساوي؟ 85، أحسنتم. 20 بتساوي، هنا خلي بالكوا كتبها بالصيغة الإيه؟ الكلامية، برافو. طيب يبقى هنا 20 بتساوي؟ 20، أحسنتم يا طلابي، برافو. طب يلا مع بعض وصلنا إلى أسئلة المتفوقين. يلا مع بعض نشوف السؤال بيقول إيه. السؤال معايا يا سنة أولى. السؤال الأول، هي أكمل نقط أصغر من 35. يلا يا طلابي ركزوا كويس، مستنية إجاباتكم في التعليقات. يلا مع بعض نستكمل درسنا، وبكده أول سؤال متفوقين أخدنا أول ستار. طب يلا مع بعض كده نكمل الدرس بتاعنا الترتيب والمقارنة. ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. يلا مع بعض كده، 2 أحاد و 6 عشرات في الخانة الأولى. طيب هنقارنها ما بين 6 زائد 20. طب يلا مع بعض كده، 2 أحاد و 6 عشرات، يلا مع بعض نحطها في إيه؟ في صيغة عدد، هتبقى إيه؟ 62. 2 في الأحاد 2 و 6 عشرات 6، يبقى 62. طب يلا الخانة الأخرى، 6 زائد 20 يبقى العدد بتاعي إيه؟ 26. طب أنا عايزة أعرف 62 أكبر أم أصغر أو يساوي 26؟ هنبص على خانة العشرات اللي هي الخانة الكبيرة عندنا، هنلاقي إن في العدد الأولاني عدد مكون من رقمين، الأحاد 2 والعشرات 6. أما العدد الثاني فهو عدد مكون من رقمين أيضا، الأحاد 6 والعشرات 2. إذن فعشرات العدد الأولاني أكبر من عشرات العدد الثاني، فال 62 أكبر من ال 26. أحسنتم يا طلاب. يلا مع بعض السؤال الثاني،
ورقة واحدة من فئة العشر جنيهات، ورقة واحدة. أما الخانة الأخرى عشرتان. طب يلا مع بعض كده، ورقة واحدة من فئة العشر جنيهات، ما هذه الورقة؟ عشر جنيهات. برافو أحسنتم. طيب الخانة الأخرى عشرتان. عشرة زائد عشرة هيساوي عشرون. برافو أحسنتم يا طلابي. عشرة أكبر من أو أصغر أو يساوي العشرون. العشرة عدد مكون من رقمين أحد وصفر وعشرات واحد، والعشرون عدد مكون من رقمين أحد وصفر وعشرات اثنين. إذن فعشرات العدد الثاني أكبر من عشرات العدد الأول، فإذن العشرة أصغر من العشرون. أحسنتم يا طلاب. يلا مع بعض، تمانية أحد أم تمانية عشرات؟ إحنا عارفين كلنا إن بيت العشرات بيبقى أكبر من بيت إيه؟ الأحاد. برافو، ثمانية أحاد تفضل ثمانية زي ما هي، أم ثمانية عشرات؟ ماذا يمثل ثمانية في بيت العشرات؟ ثمانون. برافو أحسنتم، إذن ثمانية أصغر من الثمانون. يلا مع بعض السؤال التالي، هي 25 قرشاً وهناك هي ربع جنيه، طيب 25 قرشاً تمثل كام من الكسور؟ بتمثل ربع جنيه. برافو، إذن والربع جنيه بيمثل 25 قرشاً، إذن العلامة هنا إيه؟ يساوي. أحسنتم يا طلابي، يلا مع بعض نستكمل درسنا اليوم. أكمل بنفس التسلسل. 37 38، لاحظتوا ايه يا طلابي؟ كل مرة بنزود واحد. احسنتم، يلا مع بعض كده، ما العدد التالي لل 38؟ 39 40 41. احسنتم يا طلابي، يلا مع بعض السؤال التالي، 10 20، ماذا تلاحظ يا طلابي؟ كل مرة بنزود 10. احسنتم، يلا 10 20 سنزود بالعشرات، يعني 10، يبقى اذا 10 20 30 40 50. احسنتم، يلا مع بعض 90 80، ماذا تلاحظ؟ هنا ما بنزيدش، هنا بن ايه؟ ينقص 10. برافو احسنتم يا طلابي، يلا بقى بعد كده نشوفوا 80 عند انقاص منها 10، اذا يصبح العدد 70 ثم 60 ثم 50. احسنتم يا طلاب، يلا 80 82، ايه ده العدد عندي زاد، اي قفز، قفز بمقدار كام؟ 2. 2، اذا هنا بنزود ايه كام؟ 2. يلا مع بعض نقفز كده 82، لما نقفزها مره تاني هتعطينا رقم 84 86 88. أحسنتم يا طلابي، وصلنا برضو للسؤال المتفوقين، وده السؤال المتفوقين إيه؟ الثاني. برافو، ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي 35 53، يلا يا طلابي، و42 زائد 22 و79 ناقص 15، يلا يا طلابي جاوبوا سؤال المتفوقين في انتظار تعليقاتهم، وكده احنا خدنا الستار الثانية، يلا مع بعض نستكمل درسنا اليوم. رتب تصاعديا، من الاسم تصاعديا، واحنا كنا شرحناها في مفهوم الترتيب، طيب رتب تصاعديا، اذن الترتيب من الصغير للكبير. يلا مع بعض نشوف الأرقام بتاعتنا، لابد من قراءة الأعداد قراءة صحيحة. 35 12 64 98، يلا الترتيب هنعمل ايه عشان نرتب تصاعديا؟ ننظر الى خانة العشرات، اول عدد 35 هو عدد مكون من رقمين 5 في خانة الاحد و3 في خانة العشرات، العدد الثاني 12 عدد مكون من رقمين 2 في خانة الاحد و1 في خانة العشرات، العدد الثالث هو 64 وهو عدد مكون من رقمين 4 في خانة الاحد و6 في خانة العشرات، والعدد الثالث هو عدد مكون من رقمين اسمه 98 8 في خانة الأحاد و9 في خانة العشرات. ننظر إلى خانة العشرات، نجد أن العدد الأول عشراته 3 والعدد الثاني عشراته 1 والعدد الثالث عشراته 6 والعدد الرابع عشراته 9، نضع العدد الذي عشراته أصغر عشراته هو العدد 12 لأن عشراته 1 وده أصغر حاجة، ثم نشطب عليه، بعدين هننزل مين؟ هننظر إلى العدد اللي عشراته أكبر شوية من الواحد، إيه؟ الثلاثة، يبقى هنضع 35، ثم نشطب عليه، ثم ننظر إلى الأعداد المتبقية،
سوف نأخذ 64 ثم نشطب عليها ثم نأخذ 98 وهكذا نكون قد رتبنا الأعداد ترتيبا تصاعديا من الصغير للكبير، والترتيب هو 12 35 64 98. أحسنتم يا طلاب. يلا مع بعض السؤال التالي، وأيضا رتب تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. 24 18 75 48. سوف ننظر إلى خانة العشرات. العدد الأول 24 عشراته 2، العدد الثاني 18 عشراته 1، العدد الثالث 75 عشراته 7، العدد الرابع 48 عشراته 4. نبدأ بأصغر عشرات وهو الواحد، ثم نكتب العدد 18 ثم نشطب عليه، ثم نكتب 24 لأن عشراته 2 ثم نشطب عليه، ثم نكتب 48 لأن عشراته 4 ثم نشطب عليه، وأخيرا ننزل بمين 75 ونشطب عليها، ويكون الترتيب الصحيح معي هو 18 24 48 ثم 75. أحسنتم يا طلابي، أحسنتم. يلا مع بعض نستكمل، وصلنا ليلى رتب تنازليا. تنازليا اذا الترتيب من الكبير الى الصغير. هيا بنا يا طلابي نقرا الاعداد حيث لذلك لكي نرتب ترتيبا تنازليا. 12 9 14 11. الترتيب هو ننظر إلى العدد الأول، نجد أنه 12 وهو عدد مكون من رقمين 2 في خانة الأحد و1 في خانة العشرات، أما العدد الثاني فهو 9 هو عدد مكون من رقم 1 9 وهي في خانة الأحد، أما العدد الثالث فهو 14 وهو عدد مكون من رقمين 4 في خانة الأحد و1 في خانة العشرات، وثم الأحد عشر وهو عدد أيضا مكون من رقمين 1 في خانة الأحد و1 في خانة العشرات. ننظر إلى الخانة الكبيرة وهي خانة العشرات، عندنا كلهم عشراتهم واحد ما عدا التسعة ليس لها أي عشرات، يعني عشراتها صفر. طيب لما بنلاقي هنا يا سنة أولى العشرات كلها زي بعض ببدأ أبص على بيت الأحاد. يلا يا طلابي كده هنشوف الترتيب هو. يلا مع بعض، عندي 12 9 14 11. كلنا متفقين ان احنا طبعا التسعة دي عدد مكون من رقم واحد اي الاحاد فقط، واحنا عايزين نرتب تنازليا اي العدد الكبير. طب يلا مع بعض نبص على العدد المكون من رقمين، عندي 12 14 11 كلهم متساويين في خانة العشرات، كلهم ايه واحد. طب يلا نبص مع بعض، بدل متساويين نبص للخانة اللي بعديها اللي هي الاحاد، عندي 2 عندي 4 عندي 1، من هو العدد اكبرهم؟ ها اكبرهم 14. برافو، هنا عندي 4 اكبرهم، يبقى اذا الرقم 4 عدد 14 اكبر عدد في هذا الترتيب. نشطب عليه، ما ننساش نشطب عليه عشان ما ناخدهوش تاني. طب يلا مع بعض كده، هيتبقى عندي واحد واثنين، مين اللي اكبر؟ اثنين. اذا الاثنى عشر اكبر من احد عشر، يبقى هنكتب اثنى عشر ونشطب عليها. يلا فاضل عندي احد عشر نكتبها ونشطب عليه، والصغير اللي هو اصغر بيت عندي اللي هو متكون من رقم واحد هو التسعة. اذا الترتيب الصحيح هو 14 12 11 9. يلا يا طلابي السؤال الآخر، 65 78 54 38. الترتيب هو 65 78 54 38. ننظر إلى خانة العشرات، العشرات عندي 6 7 5 ثلاثة. نبدأ بالعدد الكبير وهو السبعة، يبقى معنى كده ان اول عدد 78 ثم نشطب عليه ثم 65 ثم نشطب عليه ثم 54 ثم نشطب عليه ثم 38. اذا الترتيب الصحيح هو 78 65 54 38. أحسنتم يا طلابي. يلا مع بعض نستكمل إيه درسنا، وقبل أن نستكمل لابد من سؤال المتفوقين وهو السؤال الثالث. يلا مع بعض رتب تصاعديا. ها 9 34 18 72. الترتيب هو، يلا يا طلابي جاوبوا سؤال المتفوقين في انتظار تعليقاتكم.
يبقى كده احنا خدنا الستار ايه؟ الثالثة. برافو، احسنتم. يلا بينا كده يا طلابي نستكمل. ضع الاعداد الاتية في مكانها المناسب. 14، 12، 10، 5، 7. يلا مع بعض تصاعديا، يعني عايزة ارتبها من الاصغر الى الاكبر. الترتيب هو 5، 7، هنشطب على 7، 10، هنشطب على 10، 12، هنشطب عليها 14. نلاحظ يا طلابي ان احنا هنا، هو هنا كاتب لي ايه؟ حاطط لي العلامه بتاعه رتب تصاعدي اللي هي اصغر من، تمام؟ يعني هبدا من الصغير، وبدل ما يحط لي الشرطه حاططها لي الخمسه اصغر من مين؟ من السبعه. طب السبعه اصغر من مين؟ العشره. العشره اصغر من مين؟ 12. 12 اصغر من مين؟ 14. تمام. طب يلا يا طلابي نستكمل. 7، 35، 42، 97، 32. هنا عايزها ترتيبا تنازليا، يعني من الكبير للصغير. ونلاحظ هنا مش حاطط شرط، ده حاطط لي علامه اللي هي بتمثل تنازلي، لان هي اكبر من. يلا مع بعض كده هو هنبدا بال97 لانها اكبر عشرات، ثم نشطب عليها، ثم 42، ثم نشطب عليها، ثم 35، ثم نشطب عليها، ثم 32، ثم نشطب عليها، ثم السبعه. وبالتالي يلا نقرا. 97 اكبر من 42، 42 اكبر من 35. طب 35 اكبر من 32، 32 اكبر من السبعة. احسنتم يا طلابي، برافو. طب يلا مع بعض كده نكمل اسئلتنا. اكمل. عدد اصغر من 57 هو 56. وممكن نكتب أي عدد ابتداء من الصفر حتى 56. أحسنتم يا طلابي. عدد يساوي 29 هو 29. أحسنتم. عدد أكبر من 30 هو، هناخد من أول 31 إلى ما لا نهاية. أحسنتم يا طلابي، برافو. يلا مع بعض اكتشف. عد ثم لون حسب العدد. عندنا صورة ثمرة موز، وثمرة برتقال، وثمرة مانجو، وثمرتان من الفراولة. وعندنا الرسم البياني بتاعنا، هنا كاتب لي الأرقام من أول واحد حتى الثمانية، وتحت حاطط إيه؟ حاطط ثمرة الفراولة، ثم ثمرة المانجو، ثم ثمرة البرتقال، ثم ثمرة الموز. وهنعد عندنا هنا كام ثمرة من الفراولة؟ 2. نلون مربعين. ثم كام ثمرة من المانجو؟ 1. نلون 1. كام ثمرة من البرتقال؟ 1. نلون 1. كام ثمرة من الموز؟ 1. نلون 1. أحسنتم يا طلابي. يلا مع بعض كده نستكمل سؤال اكتشف. أكمل مستخدما أكبر من أو أقل من أو يساوي. أول سؤال، عدد ثمرات البرتقال نقط الموز. احنا لسه شايفين ان البرتقال كان ثمرة واحدة والموز ايضا كان ثمرة واحدة، يبقى عدد ثمرات البرتقال يساوي عدد ثمرات الموز. برافو، احسنتم يا طلابي. عدد ثمرات الموز نقط الفراولة. عدد ثمرات الموز كان ثمرة واحدة، وعدد ثمرات الفراولة كانوا ثمرتين، يبقى طبعا عدد ثمرات الموز اصغر من او اقل من عدد ثمرات الفراولة. احسنتم يا طلابي. وصلنا للسؤال المتفوقين الرابع. يلا مع بعض ضع الاعداد الاتية في مكانها المناسب. 6، 12، 69، 47، 25. يلا يا طلابي جاوبوا سؤال المتفوقين، منتظر ايه تعليقاتكم. يبقى كده انت رائع حقا، لان وصلنا لسؤال المتفوقين الاخير. وبكده نكون انهينا درسنا النهاردة الترتيب والمقارنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.